السلام عليكم، تحية حب واحترام لكل شخص يتابع الفيديو. حلقة نبتديها بالصلاة على محمد وآل محمد. طبعا هالأيام ماكو تسجيل، يعني مهملين احنا بسبب الامتحانات والدراسة. أسأل الله أن يوفق جميع الطلبة من ثالث لحد الدراسات العليا. تحياتنا لكم جميعا، إن شاء الله نسوي لكم بعض المشاهد من الحديقة. هسا احنا جاي نسقي، هاي الفترة شوية مركزين بالسقي، لأن شنو هاي النباتات تجف والطيور تحتاج المي. اخو سألني على المبيد اللي عالجنا به هاي النباتات قبل ايام. طبعا هذا اسم هذا المبيد مو دعاية ولا ترويج، وانما ها شوفوا هذا اللي استخدمته انا. اي مبيد طبعا قلت له انا اعطيني مبيد حشري للحشرات اللي طلعت لنا قبل ايام مرة واحدة، حتى ما رجعت عليه مرة ثانية والله، يعني صدق بمفعول يعني مو طبيعي. هذا لابو حسين، تحياتنا لك علي العزاوي حبيبي. متسلق ايش قد فايدنا هسه، بدا يصعد على هاي النسرين، هاي باعولها صعد فوق. ذاك راح يظفر نفسه، هو بنفسه يظفر نفسه. هسه راح انزل لكم الصوره هنا شلون تقدرون تكاثرونه من البذور. هسه هنا بذر بالبدايه، بعدين ورا ما زرعوها يطلع النبات يعني يا دوب، بعدين تركونه هو مجرد سقي وهاي الترتيبات وهو يطلع. بس يا ريت لو تزرعونه مصفى المشبت، يعني ملاصق يكون المشبت، حتى من يصعد يطفر نفسه بنفسه. هذا باعوله هسه، هذا كله موجود هنا. بي ورد ابيض هذا بس ما جاي يلحق باعه. هاي جنابط كلش حلو هذا، ويفيدكم بالصيف صورة مو طبيعية. يعني اكلها جنابود مالته هذا ملفوف على هاي فرشة البطل. انا قصة هذا اللي يعبر منها زايد يطلع كله قصة. انا عباس صغيرة بعدها قبل ايام قطعناها وزرعناها، باع شلون تكبر ما شاء الله. من العصر تفتح باعوا كمية الورود اللي بيها، هاي تبدي من العصر تفتح تبقى الثاني يوم. نبات كان صغير وكبر بس ما اعرف اسمه. الاخوة المهتمين بالنباتات يعرفون اسماهن، يا ريت تنورون ابو على الورقة مالته شلونها. هذا نبات كان صغير ما قطعته خليته يكبر، واسمه ما اعرفه، يا ريت لو تنورون به. المضيات اللي نزرعها تطلع وحدها، يعني مجرد نشمر البذور هنا وهي تطلع. هلال عباس طالع هنا وحدة صغيرة، هاي طبعا هاي طلعت وحدها من البذر، هاي ما اعرف شنو، بس هاي لالا عباس طلعت وحدها من البذور. هات ويوقع هنا البذور فهي تطلع وحدها. هنا التعبان هذا شوفوا، هذا السقي بهاي الطريقة خاطئة باعوله. هذا يبدي نايم المي هنا، ينام عليه يقتل النبات، يسوي تعفن بالجذور بالمستقبل. فصاني نسينا صوند هنا بنفس المكان، هسه راح انقلها غير مكان. هذول السمان باعولهم، هذا السمان ناقع بلش اسمه بالطين بالهذا، يطلع دود ياكله هذا. وين ما اخلي صونده هم يجون يتجمعون. هذا الابيض والثاني احنا فيهم في حله، يمكن انا والله شو ما اشوف اثنينهم في حله. هاي باع السلال، باعوا لها متروسه، هاي متروسه هسه على عين فروخ وعلى عين بيض وعلى عين ما اعرف شنو ما شنو. هاي مخاليف باع مال ملكي، هذا مخلف، وبعد هناك اثنين، ذاك واحد هناك وهذا بيعش ملكي، وهناك ذاك مخلف هم اسود مال ملكي، وهناك بنادز واكو زقه فراخ وبيض وصار هوسه. الحمد لله والشكر على كل حال. هالايام انا شويه يعني كلش مهمل فد مره، يعني مجرد نخلي الصوند للسقي اكل ومي ونطلع ما نبقى. فهاي المحميات يغادي لها متابعه، بس يعني ما دام اكل موجود، ما دام ماكو تدخل من يمنا قلب اعشاش وافعل عيش وسوي العيش، لا احنا معوديهم على حياه شلون براحتهم، هم كل شيء يردون يسوونه براحتهم، مجرد نعطيهم اكل ومي وبعض التعديلات البسيطه ممكن اذا تطلبت. هذا هو، يعني ما عندنا شيء بيهم. هاي هنا باع المخاليف ذني مال بنان ذني، يعني قلنا لكم بعض التعديلات البسيطة ممكن نسويها والباقي هم براحتهم.
كل تدخل ما نسوي لهم، لا نرفع عش بالصيف، وسمعون الزق مال الافراخ، هذا صوت كله زق افراخ، انتم تعرفونه، انتم كلكم مربين وكلكم سامعين هاي الاصوات. لا نرفع العش ولا نضيف، مجرد مرات نضيف عشاش اكثر يعني حتى بالصيف. مسائل هاي هاي السلات والله من راقيات يعني. ابو بريس ما وصل، مشكله ابو بريس وهاي الفار وما فار ما يجي يصعد فوق هنا، وعوله لان نازله من السقف، فهو صعب يوصل هنا. واو هاي الملكي نايمه هنا وهاولها. صيف شتاء هم الملكي اصلا بالصيف هي ذروة الانتاج الكون. هذا كان بفناجز وطلعوا قبل ايام، كلهم طلعوا الحمد لله. هنا أنا اكو عش مال هذا النابليون، هذا ما يبين، باعوا له ما يبين هنا ذاك وبالشجرة جوا. وهاي البسلة هاي عش مال بناجز، وهناك عش ملكي وبناجز طبق، بس ما اقدر اشوفهم لان مكانهم صاير هاي الهوسة مال الجار. شن بيضين ذا نبيضتين، باعوا لهن ذا نبيضتين. لو لمسن حين على وضعيتهم باعوا لهم. شلون اوضح؟ شلون الفوكس يسوونه؟ هاي الاكاسيه كل ما تكبر تعلى، شوفوها. يقولون شو كنت نفتح الطيور بالمحميات، مكملين المحميات ويردون يفتحون الطيور بيها، غير البلاول هسه ما انصحكم، فقط بلاول اللي عنده بلاول يفتحها بالمحميه هسه. ملكي ممكن انه تفتحون، بس تكون مظلله للمحميه، مظللة بزرع مو مظللة بتشينكو. وانا ما تشينكو قوم باعونين ذن الولابوي. طبعا هسه شفت النثية نايمة على عش، واحد من العشوش نايمة بيه، تنام وتقوم تنام وتقوم، والحمد لله هسه تقريبا جهزت، بس خلينا نصبر عليها بعد ايام. هذول حلوين، هذول كلهم مخاليف، لكن اليوم صاروا دول باعوهم بالصيف بهاي الاجواء اللاهبة، وانتاج موجود الحمد لله والشكر. هذول ثلاثة اربعة هواي هواي ما ينحسبون الحمد لله والشكر، هذا فضل الله عز وجل. هاي المأكلة مالتنا هاي مليانة 24 ساعة مليانة، من الاخطاء تخلوها فارغة او تفرغ يوم كامل، او هذا لازم هاي مليان الاكل الثابت. شنو الاكل الثابت؟ حكينا عنه بهواي فيديوهات، حكينا سابقة ولاحقة، مخلوط الكناري ومخلوط الحمام والدخن وشوي كمية قليلة من البلت. هون هذا الياس باعوله، هذا بالشتاء نهائيا شمس ما توصله نهائيا، بس شنو بس بالصيف توصل الشمس. باعون هاي النموات مالته وين واصلة باعوده، هاي كل المفروض ان نقلمها، هاي مشكلة هاي الصوت. باع جمال والله محمية بدون زراعة هيج، انا برأيي ما تسوى فلس. بعد قد حلو الطيور بالشجر، صاعد فوق هذا العابر فوق، انا يومية باكر والله اباعه. هسه خلي اشوفكم هذا شلون شاق المشبس منه، خلي اشوفكم اياها. اخوان باعوا هذا، راح ازوم عليه، باعوا هذا هيك يبدي نموات، يبدي القمم النامية تبدي اول شيء ضئيلة يعني غصن خفيف كلش، يعبر يظل سماكة نمو 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 لما يسوي فتحات بالمشبس. باعوا له هذا حتى بالش اسمه بالسالان مسوي فتحات، هاي وحدة هاي وحدة منها، هذا لازم كله نقصه. شو كيت بهاي الفترة والله ما كفر غزيان، هذي مجرد اعطيهم اكل وما يطلع، وقوة جاي اضغط على نفسي على مود التصوير. الراقي باعوا له هذا، بس خلوا له شيء اصطناعي حتى يغطي علي من الشمس. هاي السلال بيني ما ادري هسه التصوير كل شيء اليوم مو واضح،
باعوا له هاي السلات مجرد انا غلفه مشبس من جوا حتى يحافظ على هذا ال ما جوز ما ادري مال ايش والله ما ادري هذا الليف واقع اخلي له الليف النخل يعني عادي هم ينجح. هاي اخوي يسالون على الملكي يقولون الملكي بالخانات احسن لو بالتربيه المفتوحه احسن. طبعا انا مجاوب هذا السؤال يعني بعده فيديوهات قديمه بس هسه الولد لين قال لي بما انه هسه موسم الانتاج وهذا اريدك يعني نصيحه مستعجله. والله اخوي انا بالنسبه لي انا عندي ماكو افضل من هاي طريقه التربيه لان شنو؟ تحافظ عليك على مناعه الطير، تقوي لك الطير يعني جهوزيه الافراخ تطلع من وقت. بس كانتاج لا بالخانات افضل. كطبقات تسوي تركيبات ما اعرف شنو بالخانات افضل. مع ذلك حاول قدر المستطاع تخلي الخانه كبيره. يعني لا تسويها مثل المألوف. خليها متر يعني اكثر من متر ارتفاع عالي. خلي بيها زرع مثلا ثيب. تقدر تسوي احواض وخشب وتخليها بنص الخانه وتزرع بيها ثيب لان الملكي يعشق شيء اسمه ثيب. كل شيء يحب الثيب. اكيد لكل طريقه لها ايجابياتها ولها سلبياتها. لها مساوئ ولها محاسن. فانت باللي تفضل تريد انتاج سريع مثلا وتريد يعني لاغراض تسويقيه مثل ما يقول الخانات افضل بالنسبه للانتاج. بس بالنسبه لمناعه الطير وعمر الطير وجهوزيه الطير وعمر الافتراضي لا هنا افضل بهوايه. ماكو امراض نهائيا هنا ان شاء الله. جد اخوي سؤال حلو يقول انت يعني تستفاد من المحميه ماديا لو بس تضيف عليها تدفع من جيبك. يعني الاستفاده مو ماديه وانما معنويه. يعني تقعد لك ساعه يمهم تعادل ذاك الحساب زين. بس اكيد يعني انت بالبدايه لا اكيد راح تدفع من جيبك. تظل تضبط تجيب طيور جديده تجيب كذا الخانات ما اعرف شنو الطيور الاكل الماكليات تصرف لازم بالبدايه. بعدين من يستقر وضعك تبدي تطلع الانتاج مالتك وما تخلي وياهم بصير زخم عليك. لا تبدي تطلع بس الاستفاده الماديه مو بالقدر اللي تسمعه انت. هاي الا اذا كانت الطيور انواعها مثلا انواعها يعني جيده. يعني مثل الحمام الملكي ما عندك هذا العادي اللي عندي، عندك ذاك الاحمر الابيض المشجر ذاك بيستفاده. هذا هم بيستفاده بس وجبات يعني 10 ازواج يعادل لزوج واحد من ذاك. البناجز كذلك، طيور الحوب، يعني كلها مستويات. واذا كانت عندك مستويات يعني عاليه، مستويات يعني ممتازه بالبيع بالشراء، لا اكيد تستفاد. بس بالبدايه ماكو فائده ترى. من تستقر وضع المحميه يستقر بحيث انت عندك اكتفاء ذاتي صار يلا تقدر تستفاد. بس هي حتى انا اسب يعني من اريد احسبها حساب يعني مو ذيك الاستفاده لا. يعني حق الاكل اللي هيك يعني بس الاستفاده المعنويه لا صراحه يعني بيها فائده حتى نفسيه. يعني انا احد الاخوه اتذكر كان يتابعني قبل يقول انا عندي مريض والله من يتابع الفيديوهات حتى يستقر وضعه. يعني فكيف اذا كان هذا المريض تسوي له محميه انت وتخليه يشوف الطيور يشوف هذا اكيد يتعالج يعني زين. فمن هاي الناحيه الفائده معنويه مو ماديه. احد الاخوه يسال يقول انا ايش قد انت مخلي بولاب بالمحميه ابيض الخدين. طبعا بولاب الزوج واحد فقط ما تقدر. وسال عن السبب ليش تقول زوج واحد؟ لانه حيازه عندهم، ذولا عندهم حيازه حتى بالبستان يشوف كل واحد ماخذ له جانب وما يصير يدخلون الازواج لان الذكور تتعارك بيناتها لحد الممات لحد القتل. فهذا مكان صغير مستحيل اقدر اخلي اكثر من زوجين او زوج واحد العفو الا اذا كان نظام الخانات. نظام الخانات عاد بكيفك انت بعد ايش قد خلي بيها. الاخوه يسالني على القنفذ. القنفذ يقول صدق هذا يعني يقتل الافاعي ويقتل العقارب وهالسوالف يعني لو هذا كلام يعني لا يعتد به. لا صراحه انا كان عندي قنفذ وما يخليه حتى ببريصي كتله او المي. شو اقول عليك؟ القنفذ يسمونه صديق الفلاح لان يعني يقتل شكو عقرب شكو دوده شكو هذا. هو يطلع بالليل يحرس زين ما يخليه.
شوفوا هواي اسئله يعني من الاخوه، عندي مساحه كذا، عندي مترين، واحد يقول لي عندي 3 امتار، واحد يقول لي عندي 4 امتار، يصير نسويها محميه؟ واحد يقول لي عندي متر، يصير اسوي محميه؟ طبعا انا هسه هاي شوفوها تقريب 6 7 امتار هيجي، وارتفاعها ما شاء الله، وهي تسميه المحميه خاطئه. هاي مكان قفص كبير هذا يسمى. المحميه تكون واسعه كلش، يعني التسميه الدقيقه للمحميه. اي مكان تقدر تسوي بها، يعني انا سابقا كنت مسوي بالترك، ترك مال البيت اللي خلف البيت، كنت مغلفه بمشبش من السقوف ومسوي على شكل محميه مصغره. هنا أنا الله وفقني وسويت هاي المحميه بالحديقه. فتقدر باي مكان، يعني باي مكان تقدر تسويها. حد الاخوه يقول انا عندي البلابل يقتل بالطيور، يعني حتى كاتل البنادز الافراخ، يقتل بالملكي. صديقي عزله يقول انت شلون معلمه ما يقتل الطيور؟ انا مو معلمته، هذا صار عندي هنا بالحديقه وكبر وجبت له نفيه وزاوجها والحمد لله. يعني هو يقتلهم مو ما يقتلهم، بس شنو مو دائما، يعني مو دائما اشوفه يقتلهم لحد القتل الممات، لا يعني يلعب وياهم ويركض وراهم هيك يعني. بس اكو تعايش سلمي، اكو نعم، ماكو اذيه بيها، اشوف اذيه ذيك الاذيه الواضحه يعني. بس انت لا تشوف اي طير كان، حتى وان كان ملكي، حتى وان كان كنار هذا الفقير، لازم تعزله. الطير اللي يخبث ينعزل فتره وبعدها تفتح، اذا عاد للسلوك مالته مره ثانيه لا، بعد هذا عزل نهائي. وقت اسوي محميه هواي يسالون، تسوي محميه باي وقت، صيف، شتاء، ربيع، جو مناسب، جو غير مناسب، رعيد، زلازل، كيفك، شو وقت ما تسوي محميه سويها. بس انت سؤالك المفروض تقول شو وقت افتح الطيور بالمحميه. انت هسه بما انه هسه احنا صيف والجو غير مناسب، سوي محميه هسه وابدي ازرع بيها، وخلي النبات ما شاء الله يعني يترس المحميه النباتات منا لما يجي الوقت المناسب اللي هو بين الصيف وبين الشتاء. يعني ما اريد اقول لك اوقات ربيع، العفو، ما اقدر اقول لك بفلان شهر، اقدر اقول لك باوقات الربيع، يعني نشوف نهايه الصيف بدايه الشتاء، هيك الجو يكون معتدل، يعني بالليل لا بارد كلش وبالنهار كذلك لا حار كلش، هيك يعني. قبل ورا يومين او 4 ايام او 6 ايام تشمر افراخها من العش، ليش؟ شنو السبب؟ يعني انا صارت عندي احد المرات شمرت افراخها وبعدهم صغار والله لحم. فبعد البحث عن الاسباب لقيت الحمام هذا الفخاتي يجي يمها، يعني يم العش مالتهم، وتجي ولابل من ما شارع مال المدينه يعني تجي يمهم، ومرات ابو بريص يوصلهم، الفاره اذا شافوا فاره، اذا انت تشوف العش عده مرات تتردد عليه، يعني نقدر نجمع هاي الاسباب كلها نسميها عدم الامان. بس تحس البلبل بس يحس بعدم الامان على افراخه قبل يطلعهم يشمرهم بالعش، على اعتقاد انه ينقلهم لغير مكان وهذا المكان الثاني امين، مو يقتلهم وانما على اساس ينقلهم. بس هو يعني هو اول تالي بلا عقل يعني زين. فالبلبل يشمر افراخه لان امان ماكو، انت حاول لا تشوفهم لا تعاين عليهم، مجرد تحسب لهم من بعيد يعني. وسحب الافراخ ايضا مهم، شو وقت تسحب الافراخ؟ اول ما تشوفه يطلع جسمه يوقف على حافه العش، بس شفته هيك سوى قبل طلع، هذا شو وقت؟ يعني بحدود 10 ايام 11 يوم هيك ابدي اسحبه. ليش؟ لانه الامهات تكتله، اذا بقى الامهات تكتله. اخوي يقول لي انت مربي هدهد، والهدهد ما يصير يعني حرام تربونه وحرام تصيدونه وكذا، وبادي يتفلسف علي دينيا وفقهيا وما اعرف شنو. صراحه يعني ما اعرف شو اجاوبك، بس انا الهدهد لا صايده ولا اصيد طيران ابد نهائيا، يعني بغض النظر عن حرمه الصيد باوقات معينه وهاي كلها نعرفها احنا، بس الهدهد وقع، يعني وقع كان بوقتها طبعا معلق له على فيديو قديم من كان عندي الهدهد قبل، وقع من العطش، وقع من الجوع، احتمال ضاربينه يعني. فانت خو ما تخليه على ابوه، تخليه يموت بالشارع لو تخلي الجهال تلزمه يعني، ويسوونه لعبه على ابوه، شنو والله حرام نصيده حرام نربيه،
وين اكو هيج؟ الضرورات تبيح المحظورات اذا انت تسولف بالفقه. حد اذا اخوي يسالني على الدود الابيض اللي قبل فتره سوينا عليه فيديوهات ونزلناهم، يعني شلون انكاثر هاي الدود هذا الابيض بديل القبابي. يقول خو ما بي اذيه على الطيور، انا لو بي اذيه ما نزله ولا اسويه يعني ولا انطي للطيور. وشفتني شلون قدمت للطيور والطيور تاكله بشراهه. البلاوي حتى الفنجز ياكله والله، الحمام الملكي اللي ما له علاقه بالحشرات هو هم ياكله. زين وتقدرون تكاثرونه باي وقت. شلون نخاله؟ تجيب نخاله تنقحها، بس تنقحها مو تسويها شوربه. وتجيب فواكه خربانه كذا يعني براز الطيور تخلي الهين. هاي يعني مخلفات مال الحمام الضروق مالتين. وتخلطه كله سوا، بس اهم شيء رطوبه، اهم شيء يبقى رطب. يومين يطلع الانتاج، بس قلب المكان تلقى بيه دود ابيض. هذا يفيدكم هسه لان القبابي غالي، كيلو ب60 ما ادري ب70. وهذا بديل ناجح وسريع يعني، وانتاجه اكثر واوسع وسهل ومجاني، يعني هو ابي ميزات. زين وبيه بروتين كلش عالي. يفيد الافراخ ويفيد الطيور هسه. اما انت تستنكف وتقول انا هاي شنو؟ ليش اوسخ جسمي؟ ليش اوسخ ايدي؟ يعني تروح اشتري قبابي الكيلو ب70 والعافيه عليك. الاخوه مستغرب يعني ما مصدق بالموضوع، يقول شلون هاي الطيور عايشه؟ يعني انا بالصيف هسه واريد اسوي شفتك واريد اسوي محميه مثلا. ويعني كلش حبيت الموضوع واريد اسوي محميه في الماتك، بس انا الطيور اللي اربيها كلها في نشاط. كلها طيور ناعمه، كناريات، فينشات، هاي الشغلات. ومخلي لهم شبلت وهذا، وعندي هلاكات تصير. انت شلون بالصيف هنا أنا وما بغلف هذا كله مفتوح عندك والشمس تصقع بيهم، وشلون عايشين وتكاثر وانتاج صيف شتاء؟ يعني الحمد لله. هاي وحده. ثانيا انت شوفت عينك انت، ما اسولف لك انا بعد، هي الصوره تتحدث مثل ما يقولون. فانت اهم شيء تسوي المحميه، تزرعها، بالتالي تفتح الطيور بوقت مناسب، اكل ثابت، مي ثابت، هي الطيور تتقوى، تبدي جسمها ياخذ على الجو الخارجي بالتدريج بالايام. بتغييرات المناخ راح تكتسب مناعه من الجو. انسى شيء اسمه هلاكات. وان الكناري ماكو اضعف طير من يمه، يعني اضعف طير مناعة هو وعرضة للامراض هو الكناري هذا ابو الاصوات. وشوفون الحمد لله عندنا هنا بالحديقة، وهسه صيف وانا كان بالشتاء هو هم موجود يعني هنا، والحمد لله والشكر يعني عدت على سلامات. وان شاء الله هاي الطيور مناعته قوية وما عندنا هلاكات ولا امراض، وانتاجنا مستمر يعني صيف شتاء. وهذا بفضل الله عز وجل يعني، وبفضل هاي النباتات وهاي طريقة التربية. زين وبالتوفيق لك ولكل شخص حاب يسوي محمية. تحياتي للجميع.